عليكم السلام، صباح مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، جهاز حمايه المستهلك، انا اسمي شريف. رقم الشكوى كام يا فندم؟ 5 5 4 3 2 0. الشكوى حضرتك الاستاذه سناء محمد، شكوى من موبايل تليفون فيه عيب تاتش. حضرتك كلمك حد من عندنا من الجهاز، وكان بيسألك إذا كانت الشركة تواصلت معاكي ولا لأ. ما حدش تواصل. هو اللي حضرتك طالباه إنه تستبدلي التليفون ولا ترجعيه وتاخدي الفلوس؟ يعني هو بالنسبة لفكرة انه استرجاع الفلوس او استبدال الوحدة نفسها الموبايل، المفترض انه المحقق هيتواصل مع حضرتك ويقول لك بالظبط ايه اللي تم التواصل معه مع الشركة.